Masiaki quickly to Kazemi. One step. Bam. أهدر المنتخب الوطني لكرة السلة فرصة رفع لقب بطولة آسيا خلال استضافة لبنان العصر السلوي للمرة الأولى. خرج رجال المدرب الليتواني بوتاتوس من المسابقة الآسيوية بعد أداء مخيب أمام المنتخب الإيراني الذي بسط سيطرته على أجواء اللقاء منذ البداية في مواجهة شهدها ما يقارب 8000 متفرج. لكن ما هي الأسباب التي حالت دون تأهل المنتخب الوطني المربع الذهبي من البطولة؟ وعلى عاتق من تقع المسؤولية؟ أسباب الخروج للمنتخب كثيرة أدت لها الخروج مبكر، منها قلة التحضير وكانوا الشباب شوي عليهم ضغط. بتنسى أن البطولة كان بلبنان وضغط جماهيري والمنتخب كان مطالب بالفوز بالبطولة. السبب الأول هو سيطرة اللاعب الأجنبي على الدوري اللبناني لكرة السلة، فاللاعب اللبناني ما تطور بالشكل المطلوب وهذا الشيء انعكس على المنتخب وانعكس على أدائه ببطولة آسيا وأدى لهذه النتيجة الكارثية. أما السبب الثاني فهو عدم خوض مباريات تحضيرية كبيرة، وعدم خوض هذه المباريات أدى إلى عدم انسجام الفريق وعدم تحقيق مستوى كبير. تنقيت اللعيبة ما كانت بالمطرح المناسب، في لعيبة كانت الستاتستكس تبعولها كتير منيحة ضمن البطولة ما اعتبروها، ما كانوا ضمن المنتخب، ما اتخذوا ضمن المنتخب، بينما في لعيبة تانية كان الستاتس تبعولها عاطلة أخذناها لأنه اسمها على الاسم مبدئيا. احدى العوامل الثانيه هي مثلا الدوريشن اللي هي تحضر فيها المنتخب، هيدي الدوريشن كانت كثير قليله منا كافيه لحتى تعطي نتيجه. المنتخب كان بده تحضير اكثر، كان بده وقت، كان بده كامبس اكثر على مستوى اعلى لانه الكامب اللي انعمل للمنتخب كان كثير لو ليفل. فينا نقول في كثير سبل تنرجع نحسن نحن وننطلق لتصفيات كاس العالم والمستقبل، منا نرجع نمشي فئات العمرية، نرجع نشتغل على الصغار لأنه هن حيكونوا المستقبل. منتخب تونس توج بطولة أفريقيا بدون ولا لاعب مجنس، حتى أفضل لاعب اللي بيلعب معه بالNBA ما شارك. فنحن هون ما فينا نضلنا عم نعتمد على لعيب معين، لازم يكون عنا تركيبة منتخب كبيرة مؤلفة من الشباب أكيد من عنصر الخبرة اللي بيساعدها. أول شيء البطولة لازم يكون تخلص بمدة قصيرة، أوكي، نحط بلانينج تخلص البطولة، ينعطى enough time للمنتخب يتحضر، يتنقل اللعيبة اللي عم تعطي مستوى عالي متجانسة مع بعضها، اللعيبة اللي فيها تلتزم، ينحط الأكيب من الاتحاد، ينحط الأكيب العمل اللي هو مش بس الكوتش، هو الأسيستنت كوتش والمدراء بالمحل المناسب. يجب تأسيس أكاديميات في الأندية، ويجب العودة إلى نظام أجنبيين في الدوري اللبناني لكرة السلة لإعطاء فرصة أكبر للاعب اللبناني ليشارك، ليكون عنده احتكاك أكبر لحتى يلاقي نفسه مع أنديته، وهذا الشيء بينعكس تلقائياً على المنتخب بحسن أداء المنتخب. استحقاقات كثيرة في انتظار منتخبنا الوطني، أهمها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. إذن هل سيستطيع رجال الأرز تكرار أمجاد الماضي، أم أن اعتزال اللاعب فادي الخطيب سيترك أثره على روح المنتخب الذي قدم أسوأ مستوى له منذ عقود؟